السلام عليكم، مجددا معكم بسلسلة الأخلاقيات الطب. هنحكي اليوم بالمحاضرة رقم 4، مستمرين بعرض مبادئ الأخلاق الطبية. استعرضنا بالمحاضرة الماضية مبدأ احترام الاستقلالية. هالمحاضرة هنستعرض مبدأين متلازمين اللي هن المبدأ الثاني والمبدأ الثالث، مبدأ الـ non-male efficiency اللي هو عدم الإيذاء، ومبدأ الـ beneficence اللي هو مبدأ الفائدة. بحب أذكر إنه هدول المبادئ الأربعة اللي عم نستعرضهم بالأخلاقيات الطبية ينسبوا للعالمين بوشام بو تشيلدرس من جامعة جورج تاون بأمريكا. مرة ثانية هن احترام الاستقلالية، عدم الإيذاء، تحقيق الفائدة أو تحقيق المنفعة للمريض، والعدالة في توزيع الثروات. المبدأ الثاني هو عدم الإيذاء. شوفوا العبارة الأولى مكتوبة باللاتيني، ما بعرف إذا حيكون لفظي صحيح لإلها. برايموم نان نوتشيري فيرست دو نو هارم، بمعنى آخر أول شغلة هذا بالقسم الطبي اللي قسم أبو قراط المعدل اللي بيقسموه جميع الأطباء، ما بيصير نأذي المريض. أول شغلة لازم نعملها عدم الإيذاء، ربما التعبير الأدق عدم تحقيق أذى إضافي. المريض أصلا جاي لعنا متأذي، فأنا ما بدي زيد أذى الموجود. ما لازم انا اعمل اي اجراء يؤدي الى اذى غير مبرر او ضرر من خلال الكوميشن او الاوميشن. الكوميشن اني انا اعمل شغلة بتأذي المريض، الاوميشن اني انا ما اعمل شغلة وتأذي المريض. وهذا الشيء ربما شوي فلسفي، بمعنى اخر انا ما لازم اذي المريض سواء بفعل ايجابي او بفعل سلبي. لو التزمنا بمبدأ عدم الإيذاء كما هو مطلقا، إني أنا ما بقدر أعمل أي إجراء طبي لمريض إذا كان في أذى، فأنا عمليا معظم الإجراءات اللي بنعملها بتطلع برا حقيقة. فلذلك المبدأ يعدل بأنه أنا لازم أتسبب بأقل ضرر ممكن لتحقيق أكبر منفعة ممكنة. فنبدأ بوازن بين الأذى والضرر، الأذى والضرر، أو بين الأذى والفائدة الناتجة عن أي إجراء طبي. بوازنها، بقارنها، مع بخبر المريض عنها وبقول له إني أنا هعمل كذا وكذا، في احتمال آثار جانبية تكون كذا بس احتمال الفائدة يكون كذا وهو احتمال عالي. فإذا احتمال الفائدة أعلى من الضرر فأنا بقوم بالإجراء، إذا احتمال الضرر أعلى من الفائدة بتجنب الإجراء أو ما بعرضه أصلا على المريض. ننتقل للمبدأ الثالث، مبدأ الفائدة أو تحقيق المنفعة، اللي هو مرافق للمبدأ الثاني تماما. انا لو قبلت مريض بالمستشفى وحطيته بغرفة خاصة وما قدمت له اي علاج، فانا بكون التزمت بمبدأ عدم الايذاء، انا ما عم قدم له اي شيء. فانا لازم اقدم له فائدة للمريض، مو مجرد لازم ما اذي، لازم اقدم فائدة كمان للمريض. فهذا هو المبدأ الثالث، انه وظيفة الطاقم الطبي او واجب الطاقم الطبي يكون مفيد للمريض. هلا هون هذا هون من هون بيبرز مصطلح جديد، the best interest of the patient، يعني افضل ما تحقيق المصلحة الامثل للمريض من خلال موازنة الفائدة والضرر بكل اجراء ممكن نقوم فيه. فانا بتطلع شو هي الخيارات العلاجية الممكنة عند هذا المريض. ممكن انا اعطيه ادوية، ممكن انا اخده على قسطرة مثلا لو كان مريض قلبي، ممكن ابعته على الجراحة. بقارن بين كل وحدة ووحدة شو هي الأدوية اللي ممكن أعطيها، شو فائدتها وشو ضررها. بشوف موضوع القسطرة مثلا، شو فائدته وشو ضرره أو شو خطورته، بمعنى آخر إذا عملته شو هو المضاعفات تبعه. ونفس الكلام بالنسبة للجراحة، بقعد مع المريض وبناقشها وبشوف شو هو الاختيار الأفضل. طبعا المريض هيختار بناء على نصيحتنا شو هي أفضل خيار ممكن يقدم بهالحالة. بمعنى آخر أنا لازم أقوم بخطوات إيجابية إني أمنع أو إني أزيل الضرر الحاصل على المريض. طبعا المبدأ هذا ممكن يطبق على الأفراد وممكن يطبق على المجتمع ككل كمان. مرة تانية، ما في إجراء طبي آمن تماما. حبة الأسبرين، حبة أسبرين الأطفال اللي بياخدوها معظم الكبار بالسن أو جزء كبير منهم مصابين بأمراض قلبية، على بساطة الدواء هذا ممكن يعمل نزف هضمي وممكن يكون خطير أحيانا. فأنا لازم أقارن بين الفائدة وبين الضرر عند كل إجراء طبي. عند حبة دواء بسيطة مثل الأسبرين لازم أقول شو هي الريسك، شو هو الضرر أو شو هو الخطر، شو هو البنفيت، شو هو الفائدة، وبحطهم بميزان. إذا كان الخطر أعلى من الفائدة بتجنب الإجراء، إذا كان الفائدة أعلى من الخطر
بنصح المريض انه يقوم بالاجراء، واتمنى يعني بنحاول نكون على مثل ما بيقول على نفس الصفحة مع المريض، على نفس الطريقة بالتفكير، ومتفقين على الاجراء الطبي اللي لازم ينعمل. طيب، احيانا بيصير تعارض بين المبادئ الاخلاقيه نفسها، فانا المريض بحاجه لاجراء معين لجراحه، واذا ما اجراها حيصير خطر على حياته. انا بنصحه انه يجريها وفق المبدا الثالث اللي هو مبدا البينيفيشنس، مبدا تحقيق المنفعه. بالمقابل المريض بيرفض الاجراء لسبب او لاخر، بيرفض الاجراء وفق، طبعا من حقه يرفض الاجراء، هذا المبدا الاول اللي هو الاوتونومي. فأنا شو لازم أعمل؟ أنا أسمع للمريض وأتبع المبدأ الأول، ولا أسمع لرأي الطبي أو رأي الستاندرد أوف كير هو الرأي الطبي المعياري، وإني أخلي المريض يروح على عمل إجباري عنه؟ بهيك حالات لا، أنا بسمع، برجح المبدأ الأول اللي هو الأوتونومي. أنا بشرح للمريض وبحاول معه، ممكن أستعين بالعائلة، ممكن أستعين بطبيب نفسي يقيم أهليته للعلاج أحيانا. كثير انا ممكن اعمل محاولاتي جهدي اني انا اقدر اقنع المريض انه لازم ياخذ الدواء، بس اذا كان فعلا المريض قادر ياخذ القرار ومستعد يتحمل النتائج وفاهم شو هي النتائج كلها، انا مضطر اني اسمع كلامه، اني انا ما فيني انا اجبره، وما فيني امشي على المبدأ الثالث اللي هو البينيفيشنس. فالمبدأ الاول اقوى من المبدأ الثالث. طيب، هيك بيكون وصلنا لنهاية المحاضرة، استعرضنا فيها المبدأ الثاني عدم الإيذاء، والمبدأ الثالث تحقيق المنفعة. إن شاء الله بالمحاضرة القادمة حنستعرض المبدأ الرابع اللي هو العدالة في توزيع الموارد. هي محاضرة مهمة وفي عليها حكي كتير، وحيكون لسه في تفريعات تانية للموضوع. حنستمر بالسلسلة بشكل محاضرات مختصرة قدر الإمكان. لا تنسوا تعملوا لايك وشير إذا أعجبتكم المحاضرة، ولا تنسوا السبسكرايب كمان، هذا الشيء بيفيدني للاستمرارية بهذه المشروع. والسلام عليكم.